امتى نشوف كادر شاب رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم؟ يعني هي دي مش سهلة، وهي مشكلتها انه ان احنا بس ما يبقاش توجهنا انه يبقى فيه بس فكره انه يبقى موجود شاب. لا، هو الفكره انه الاداره في الاخر صعبه، واداره اتحاد الكوره صعبه جدا. كم الكواليس والتفاصيل اللي موجوده في اتحاد الكوره كتيره جدا، من مسابقات ومسابقات قطاعات ومسابقات كره شاطئيه وكره نسائيه ووصلات، يعني كم الحاجات، وكمان مشاكل اداريه وحاجات اداريه كتيره جدا جدا. فمحتاجه انه يكون في العنصرين موجودين في اتحاد الكوره. ولكن خلينا نقول انه امتى يبقى في اتحاد، في اتحاد الكوره فكر متطور ومجلس اداره متحد. انت شايف ان مجلس الاداره الحالي في اتحاد الكوره غير متحد؟ اه طبعا، يعني وانا مصر كلها شايفه كده، يعني ده واضح جدا. يعني طب ايه اكتر الاختلاف، او انت شايف اكتر خلاف؟ معرفش، بس واضح ان في اختلافات. طالما في تضارب في القرارات وعدم وضوح للرؤية، يبقى المجلس اللي بيدير مش متكاتف مع بعضه، ومش متفق حول رؤية وطريق يمشوا فيه. طب انت تدي كم من 10 لمجلس الإدارة الحالي في إدارته للكرة المصرية خلال السنوات الماضية؟ 5 من 10، مش أقل؟ لو أقل، لو أنا هحاسبه على فترته بس. ولكن برضه الإرث القديم ليه نصيب من الصعوبات اللي بيواجهها الاتحاد الحالي، ايا كان، بعيدا عن اي افراد او اشخاص فيهم، يعني كلهم الاحترام والتقدير. فالارث القديم والمشاكل القديمه، التراكمات القديمه في المسابقات وفي الدوري وفي الرعايه وفي البطولات وفي المنتخبات، ده كله عشان لو انا حاسبه عليه لوحده هياخد اقل من كده.